هنا بمحافظة البحيرة نرصد مشهد البقرة المبروكة بكل ما أثير حولها من جدل، فهل هي معجزة خارقة أم خزعبلات وأوهام؟ جاي النهاردة عشان نكمل الوجبة بتاعت ليا ثلاث وجبات، خدت اثنين فاضل واحدة. عندي بنت 5 سنين ما بتتكلمش، نطقت على ربنا الحمد لله عليهم. على يد ربنا وعليهم. وأنا رجلي ما كنتش بمشي، دلوقتي بمشي وبقيت جاية ماشية مش جاية راكبة. وأنا مش هنمشي لما ناخد وجبتي الثالثة. ما بياخدوش مننا فلوس، اللي بياخدوا مننا حاجة، ده حاجة من عند ربنا وبيدوها لله. أنا أول يوم أجي النهاردة عشان عندي السكر وتعبانة وظهري تعبني ووركة وما بياخدوش مننا فلوس. بنت أختي ما كانتش بتتكلم خالص، جت خدت الجرعة اللبن دي 3 نوبات. اتكلمت فتحركت ماشي، فأنا اتصلت بجماعة قرايبي ابنهم تعبان زي ما أنتم شايفين كده. جه متقشم في مين؟ في ربنا سبحان الله وتعالى وشوية اللبن. عشان الراجل دي عشان الواد ده يتكلم. فلسه أول نوبة ياخد الجرعة بتاعت النهاردة. مواصلتين لحد ما جينا لحد هنا، وانا عملت 3 عمليات في ركبتي ديت، ما في حتى في اسكندريه ما صحتش. فسمعنا برضك ان في حاجه لله كده، قلنا نيجي برضك اهو. احنا بنصلي على الشاي وباخد علاج اعصاب، لما معدتي ما عدتش بعرف اكل حاجه من كتر التعب اللي الاحصاء متعشمه. ان من عند الله، والله من عند الله، عشان احنا شفنا وقالوا بقوا كويسين وكده، فانا بنقول اهو يا رب. مين اللي حدد لك ان انت لازم تاخد 3 جرعات؟ هم هنا هم ما حدش حدد، هم خدوه كده سنه الاهالي. يعني ايه الرسول عليه كان بيشرب 3 مرات غير اللبن، ايه عدد فردي فبيصحي يعني مش في اكتر. يعني كانت المفاجأة التي فجرها لنا مالك البقرة المبروكة. اللبن دي بقول للناس ما بيشفيش، ومنحت اللبن الجوم هددوني بالضرب. يا أم من اللبن دي توزحوني، يا أم ما ماشيين من قدام بيت. قلت علقت ورقة إن أنا العجلة بحتيه، ما صدقوه، مسكوا الورقة قطعوه. جيت قلت لهم يا جماعة اللبن ده مي، ما صدقوني. يقول لك أنت مالك ليك مي مي سم، إحنا هناخدوه. بهدلوه بهدلوا بيته بهدلوه، ولا عارف ياكل ولا يشرب ولا اي حاجه. فعلا اللبن ده احنا اللي بنقوله، ما بياخدش من اي حد ولا تعريف. وانا خدت منه بدل مره 2 و3 والحمد لله اتعافيت، وفي ناس خدوه واتعافوا. سالتهم انا بنفسي، انا كان ظهري وركي ما مش طايقه، الحمد لله ربنا عفاني بيه من اول مره. يكشف لنا سر البقرة المبروكة علميا عميد كلية الطب البيطري بمحافظة البحيرة. يا جماعة أقول لهم ده لبن مي. مش عايزك تيجي، أنا هبعت لك بكرة لجنة عندي من الكلية إن شاء الله، هتاخد عينة كاملة من اللبن ومن الدم، وهبأكد لك إن ده اضطرابات هرمونات. ده ساعات بيحصل، ساعات بيجي جسم صغير كده اسمه الجسم الأبيض على المبيض ماشي، اللي هو المسؤول عن إنها تستجي في الصروفة. ساعات الجسم ده بيحصل فيه زي نوع من أنواع الورم أو السرطان، فبيبدأ يطلع هرمونات. الهرمونات ديت نوع من الهرمونات، هرمون اسمه البروجستيرون وهرمون اسمه الاستروجين، بيبدا يكون الذره من غير بيما تحمل خالص، من غير حمل خالص. وده طبيعي، وده شفناه كتير جدا جدا. انا جاهل والله يرضى عليك يا حاج. وده الكلام طبعا ان حكايه تشفي وتشفيتها طبعا ده مش موجود، ما انا بقول لحضرتك. هذا هو حال البسطاء ممن انقطعت بهم السبل وفقدوا الامل في علاج الاطباء. شيماء ابو المكارم، 10 مساء.